بعد تأكيد إصابته بفيروس كورونا، أول تعليق لعبد الله المصلح. بعد انتشار موجة من التساؤلات على صحة الشيخ الدكتور عبد الله المصلح الأمين العام للهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة بعد الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا، خرج نجله ليطمئن محبيه. وفي أول تعليق له على إصابة والده، نشر شاكر نجل الشيخ الدكتور عبد الله المصلح الأمين العام للهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة فيديو يطمئن فيه محبي عن صحة والده، مشيرا إلى أنه يتماثل للشفاء ووضعه الصحي مستقر. وتحدث نجل الشيخ عبد الله المصلح في مداخلة هاتفية لأحد البرامج المتلفزة عن تفاصيل إصابة والده بالمرض، متوقعا أن يكون قد التقط العدوى بالفيروس في المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة خلال صلاته الجمعة الماضية. وفي سياق متصل، نقلت وسائل إعلام سعودية عن شاكر قوله: خرج والدي من المسجد النبوي وتوجه إلى جدة يوم السبت، ويوم الأحد بدأت معه أعراض حرارة، ويوم الاثنين مساء ارتفعت لديه درجة الحرارة وذهبنا للمستشفى، وتأكدت بعد إجراء الفحوصات صباح يوم الثلاثاء إصابته بالفيروس، مشيرا إلى أنه يرقد حاليا في العزل الصحي بالمستشفى. وكان محمد الابن الثاني للشيخ المصلح كتب في تغريدة على حسابه في تويتر: تقبل الله دعاءكم، ظهرت إصابة الوالد بفيروس كورونا، طالبا الدعاء له بظهر الغيب ونشر مقطع فيديو للشيخ يوصي من خلاله بالبقاء في المنازل وأن تكون دور خير ونور وعبادة. وقال المصلح في مقطع الفيديو: الزموا بيوتكم وعودوا إلى كتاب ربكم فتدارسوه، داعيا لتفقد من حولنا والتواصل مع الأرحام الأقارب بوسائل التواصل الحديثة. ونشرت قناة اقرأ عبر حسابها بتويتر تطمئن فيها متابعيها على وضع الشيخ المصلح قائلة فيها: نبشر محبي الشيخ عبد الله المصلح بأنه يتماثل للشفاء بحمد الله وفضله من مرض كورونا، ووضعه الصحي مستقر، ويطلب الشيخ من محبيه الدعاء له ولجميع المصابين بالصحة والشفاء، وباسم العاملين في قنوات اقرأ نرفع أكف الدعاء لله عز وجل بأن يمن عليه وعلى سائر المرضى بالصحة وأن يشفيه شفاء لا يغادر سقما.